عندنا كل السكوادات تحاول تدخل الزون، عندنا كنان عرب الان اتوقع راح يدخل بفايت مع سكواد مين، عندنا عرب عزوز داخل فايت الان، عندنا عزوز داخل فايت وموقع واحد من كلان ال اكس اف او عزوز واقع نوك، عندنا عزوز واقع نوك اتوقع عزوز واقع نوك، عندنا اول فايت بين كلان عرب وكلان اكس اف، عندنا واحد نوك، عندنا كلان اكس اف الان، عندنا ناصر يحاول يسوي فلانك، عندنا يا طويل العمر والسلامة واحد او ماي جاد يا هيل بوي والنيد، عندنا واحد نوك لاست وان طارق، عندنا لاست وان طارق، عندنا عزوز واقع نوك من كلان عرب يحاول يلحق علي هيل بوي يسوي له هيل اب على السريع، عندنا طروق الان بيحاول يسوي ريفايف، بيحاول يسوي ريفايف او ماي جاد، كلان عرب يكسي كلان اكس اف رسميا من المباراة كأول سكواد يقصى من البطولة اللي هو كلان الاكس اف على يد كلان عرب، عندنا كلان عرب الان بالزون ما اخذ بوزيشن في الزون، عندنا كل السكوادات الان تحاول تدخل ال يسد مساك بالتيم ريب ثاني مسك، وهنا في لوت ترى تيم كامل هنا عندك عندك ايش في سكوب 6-8 ماكو بس خلنا ناخذ سموكات عيال، كيف سموكات يرمون هذول اللي فوق ناصر بنزل لك طفي هنا اتوقع حنا كويس بالزون اي مكاننا بطل من كل جهه يا الربع شيل النقطه ناصر طيب يضرب فوقنا هنا انميز اهيد طبعا عمره بالطلق جيتك نزلت لك محدد علي يا قلبي لا 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 اللي قدام لي يساعد ربي بلعتهم من التاخت خط الطلق صيحتهم اقسم بالله طلق هنا تعال عندي اي معك تمام يلا بيك ثاني عزوز وين هو؟ تمام يا اخي عزوز وش سكوبك؟ 6 ايه انا داري بصيحها مدات شلون؟ والله قاعدين ما متحركين دول زون كيف كلاتكم؟ 4 3 2 يخرب بيتكم الرقم يا رجل باقي يا عيال باقي وربي نجيب وين ندمرها اوف تستاهل كل كذا اقسم بالله اللي صار قبل شوي عنون الحال ويلي ما طاح ما اعطيته وين يطيح سكوب 4 قاعد افكر اخوفهم بس تبي سكوب 6 بعمره من الصبح انا صيح انت من الصبح كلمتني قلت لي ايش عندك سكوب بس ما قلت لي معك ثلاث هاك تبي ثلاث اذا انت تحتاج اخله ادبر فيه في ثلاث سياراتنا خراب في ثلاث ابو عمو واحد ياخذ الجبل معي اذا من عندي هنا سريع خذ جيب لي ساعدك انت يمينك الحين تقل ادبك ان شاء الله الزون اليسار وين يرمي عليك يا اخي يا حمار ذا حمار مو قدها يعني لا الجسر يا بتصير عليه مجازر عيال مكي هنا ما حد يبيه وين ابوسك وين واحد ياخذه اخذ انا حلو حيار خلونا نمشي على تكفى زون زون نروح وصلن يلا جيب هذا من فل هناك فل نروح نمسك غصب وين الامكي هالبوي هنا يلبس صناديق هنا عادي عزوز اخذ هذا معك روح امشي عبي بالطريق امشي يلا بس خل عزوز يجي في باقي يسار ابو عمر قبل لا تمش سكاوت من فوق الجبل ايزي عزوز تاخذ باقي وتركب معي سريع باخذ باقي يلا جو
هنا بعمر وين البقي اصلا؟ اخذ بقي بعيد. دينيس اخذ انا البقي عزوز. في واحد اخذ البقي مرة مرة عزوز. جايك جايك. ما في احد تعال. مع ان هذه والله مو بيوت. مو بيوت ادري بس. رديت لك بنزين. لا لا ممتازة مو حلوة. يلا شو نقطتك؟ في مكان اسطوري لو نمسك ايوه. في ناس يسارنا حلو سيارات ودنيا جالده والله خلي خليك على التله لسه شوي خليك على التله البوي هنا ارجع ارجع على التله هنا هنا لا 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 تعال تعال طقطق عليهم تعال كذا بس بس ايه ناصر استلم الجهه اللي ورانا ازل ازل ما حد يجيك روح في راي سنايبر يمين مو بالبيت ما ادري وينه كيف مو بالبيت انا خوفي من الجهه ذي الربع انميز اهيد بمسكها انتبه عليها وانا وعزوز مركزين على اللي تحت ناصر من ورا يلا يلا دم دم معك انا توقعت اشوف فايت ما في احد يا ترى الاغلب في الناحيه الثانيه محشرين اللي جاي بحر واللي محشور على الجسر لا لا ما حد محشور تيمين بس برا الاغلب يا حبيبي نبي ون الجيم ذا اذا ضمناه خلاص هو ذا يومبي قاعد يشطفك عند البيوت اللي ورا فيها ناس ها شوف المارك في الخريطه اما ذول متمركزين صح يا ولد اسمعوا عمر عزوز هلا عيوني خنت مركز خنت مركز مركزين احنا يا قلبي قاعدين يرموا تيم ترى ما ادري وين سود الله وجهك كيف اسلم 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 حرام حذفت حذفت سمك خلاص خلاص ما يحتاج ما يحتاج ما عاد معي ولا سمك ترى ما مع اللي سمكين انا يا عمي انا طحت هذه ثالث مرة ما مع اللي سمك واحد انا ايش نزلت انا دريت والله بعد ما نضرب بيجينا الضرب حنا بينتبهوا لنا ان شاء الله الزون عندنا بس والله عيال هذا البيوت فاضي احلالنا ما حد يمدي يبشنا وين خلنا نشوف الزون بس على ما يقفل اللي في المارك الخريطة بيتين كذا حلوة ما في احد ابد جنبه دروب ما فيه ما فيه قدامي شوف جنبه دروب انا كذا تدريني حيل اصبر بس نشوف الزون 10 ثواني عيال 10 ثواني بس تمام اي ما في احد بس لو واحد مسك علينا الهاي ذا اللي احنا ماسكين وتر بيخرب كل سياراتنا يا ويلي لو الزون فيها لا الزون عندنا لا اكثر لا مو لا عندنا عندنا رجعنا بيوتنا فادي الزون في بيوتنا لا وين لا لا نجلس نجلس هنا البيوت اللي تحتنا هي وسط الزون احتمال اذا هذه مبشر اللي تحتنا بس ما عليه احنا هاي امورنا تمام يو شوف شوف الدائره شوف العدد عندكم احد ناصر عندك احد ايه هذول في البيوت انميز اهيد اعطيتهم والله كثير بوست ماكو تعال بروح لو تدروب يمكن كيس شيء يخدمنا ها عزوز تكفى كبر لي من وين من وين من اي مكان عاد ما ادري ما ادري في تيم يمينك في تيم يسارك في تيم قدامك تمام من البث تمام في تيم قدامك جهه البحر انتبه هناك ماركت لوكيشن في تيم يميني في البيوت اللي عندي اوه لو تدروب انا انا انميز اهيد غلط راح تكفى هذا لوب ننسى انساني انساني مره لا تجيني انسى 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 اترى ترى في ناس في التله اللي ورانا ها يا ولد اذا كفر نجيك
مديني جيك ناصر؟ لا 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 انسى انسى لا تجي شوفهم مو بين يركضون مو بين كلهم انميز اهيد هنا على الانمي متفرقين ما معهم سياره جايه من البحر من البحر وفي سياره جايه من عندي هنا شوفوا يا انميز اهيد سيارة ثانية وراها ها؟ enemies ahead على الانمي خلص لا يسارنا يسارنا بام الله يساعد اللي طيحته البعيد البعيد هنا جال تمشي اوبن وين؟ سيارة عدت في البيوت هذه انميز اهيد ثواني ها دال لا كنسى كنسى واحد يجيني كنسى 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 انا بدون درع مرة غلط ارجع في ناس في ناس يمين اوبن بعد ايمهم ايمهم مو صاحي والله عيال في ناس يمين اوبن بعد ايه اسمع امسكوا بس هذا البشكات لين يخف العدد خلاص انا طيحت شق اخضر يا الربع هنا هنا اوبن اوبن ايه حاولوا تمسكوهم لا يطلعوا عليكم اوبن عاش واقي واحد هنا انميز اهيد مسك صخره ايه خلص يسار كنه قاعد يرمي سموك بيطلع شلون ما يجي هيك؟ دمك دمك عزوز والله لو كان مسوي والله بلعب ابيض وجه عاش فنش 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 اخذ كفر عمري يا رجال واحد يحاول بس يدخل الزون يشوف مكان عشان لا احد يمسك عليك فجر 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 السيارة فجر السيارة معي واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة لكاز ابي طلق كي حق الكار بس 10 15 في واحد هنا تعال ابا مرتاح عيال انا بشيك على الزون ايش ابي درع يا عيال من تحت الارض ما معي درع البوي لو تاخذ سيارة حتى تاخذ فيها كفر. لما في هذا اللي بيصير. خذ 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 السيارة. ما عاد معي في شق اخضر ابد. خربان افضل لك. اعطيك اعطيك اخضر تعال كفر. تعال. تعال هاك. وين؟ هاك. بامر هنا 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 سريع سريع. جاي كفر. روح وين خلوه هذه؟ اوبن هنا. ما اشوف احد. نزل ورا التلة. في واحد ورا السيارة واحد ورا السيارة ورا السيارة مرجولة مرجولة بامر. مع الشجرة. وين؟ ها قول بهم قول بهم. يلا واحد. اثنين ثلاثة ليه؟ ايه كذا شوف واحد يميني واحد يميني راح كل كاش اترك الكل اعطيته بدي كويس خذوه والله اني اعطيته بدي تفنش تفنش انا اعطيته بدي بعد انسى انسى زون 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 بلاك ايزي ايزي عند البوي روح بس وجه عند البوي مكاني توب انا تعالوا روح 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 بس اهم شيء شوف المارك في الخريطة هذا ما بيها جهه يسارنا على اليمين يكون في رمي هذا وين اللي يطلق؟ هذا وين اللي الزون يا عيال الزون عندنا يا الربع عزوز بالله امسك الشجرة ذي تكفى شيك اي تحت اي من اليمين بس واحد يمسك من اليمين ابوي الزون يا ربع هنا 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 ما هنا هنا ما لها صلاح الوقفه او امسك يمين مره إيه. هذول لا يجوكم انتم اللي تحت في النص ما حد يقدر يعدي كل التيمات تسموكينا البوي بس خلص سيارة وصف. سيارة عندي بقي بقي عندي تحت انميز اهيد جود حلوين حلوين خلنا نشوفهم وين وين
92 الناس كار لك اوبن. في واحد عندي هنا اخذ كل واحد عندي هنا ورا الجرة. نو واحد في البيت هنا. في ناس هنا يا 235 انميز اهيد. رصاص اخضر معي 40 ب 12 بعطيك صح؟ ما ادري الظاهر انه هو نفس التيم اللي كان ورا عند البامر. الله يقرفكم ما معي درع. اطلعوا لي بالبيوت. عزوز اي ار لا يقربوا ترى هم احسن ناس ممكن تخاف انهم. بامر طلق اخضر سريع. تيم اي ار يسارنا لك روح تفاهم معهم. سيارة بشت انميز اهيد. خلك مع انسى العيال. اذا معك الزون هيد 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 انميز اهيد. يا عيال لازم تساعدوا هالبوي في واحد عنده بالضبط معطلكم كلكم ترى. وين هالبوي؟ عند السيارة البيضاء عند الصخرة قدامكم. طيب ورا ما تستخدم ما اقدر اسحب مامي ولا سموك. هذا شيء صار فاهم معهم. خلاص انت من سوني سوني بس اهم شيء تقدم انت. لا 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 نبيك اسحب عليه. ما يمدي لو بتحرك بشيني على طول. تعال تعال انا بكبرك تعال. شوفوا ورا الحصاة ذي على طول ها. اوكي تعال 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 اسحب عليه ورا حصاة. يلا ركز مع ابو العز انا بكبرك. رجال هذا اللعب على الانمي واحد. ركزوا اذا شلتوا اللي على الانمي بوش عليه بالسيارات يا عيال. حطوا سمكات قدام حطوا سمكات كل السمكات معكم قدام. ولا سمك ابدا. انت قدامك تيمين ها او تيم اي ار اتوقع. فشق اخضر ولا طلقه ها. انا زون معكم فشق واجد يا الربع. اعطيك وخر عني هاك تعال. وينك؟ شقيتوا اهلي بالطلق الاخضر ترى ها. وخر عني هنا 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 دمشتهم دمشتهم حيل. سلام سلام كلهم. عندك ما حد شال احد ما حد شال احد. اللي صار شالوا بعض. اوكي اوكي فيك النادى بعمر ايزي. هنا هنا قرب الصخر اللي بعده. ايوه حلو. لا مو حلو. ايوه فينيش من يسار. بس كل هذول كل بيموت بيموت خلاص وحش. واقل على يساركم باقي اثنين بس. وخر عني وخر عني ندات. مزدوح على يسار السيارة. اقعد ولاك. ايش اقعد ولاك. الله يعزك يا شيخ. شوف الدمج يا رجل كلاسيك ذا. كلاسيك العب لك كلاسيك يا رجل. قلت لك نزلني بس انا اشقهم. نزلني وانا اشقهم يا حبيبي ناوي. والله يا وحش. من غالي ما علي جي جي يا بطل. عندنا زي ما انتم شايفين الان كل السكوادات بتحاول تدخل الزون. كلان عرب ماخذ بوزيشن بالزون. عندنا كلان او ماي جاد والنيد من عزوز. نيد اسطورية. عندنا كلان شيراز الان فري فري لو. وعنده فوكس نوك. عندنا باند الان راح يسوي فلانك السكواد الريوت. كلان ريوت كلان ريوت فلانك من باند باند فلانك باند. او ماي جاد يا شيراز نايس سيرفايفر للسكواد. عندنا جي 9 عندنا جي 9 فري لو من كلان عرب. عندنا كلان عرب الان يدخل فايت مع كلان الجي 9. اتوقع حبه نيد تجيب اجل السكواد لان كلان ريوت كلان ريوت مو كاشف سكواد عرب ابدا. في رج مديهم كفر
وضعهم جدا ممتاز. نشوف الفايت اللي راح يكون بين كلان الجي 9 عبود وكلان عرب. عندنا خميس زي ما توقعت النيد راح تجيب اجل في الكواد. عندنا خميس بدون ارمر فريلو. عندنا ملتوف. نشوف باربيكيو. باربيكيو خميس او ماي جاد يوفو حرقوك يا خميس حرقوك يا عمري. عندنا الان كلان عرب عارفين بوزيشن السكواد. عندنا نيد. عندنا ابو عمر يبش. ابو عمر يبش الان كلان عرب مع كلان ريوت. عندنا كلان ريوت واحد نوك الان. او ماي جاد كلان عرب ياخذ المركز الاول في اول راوند بالبطوله. الف مبروك لكلان عرب. جي 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 يا وحوش. جي جي يا ابطال. ما قصرتم باذن الله. راح يكون في سحوبات للمشاركين واللايكات للبث. ربي يسعدكم لايكاتكم شيراتكم. الله يسعد الجميع. الف مبروك لكلان عرب. ما قصروا سووا شيء اسطوري. عندنا كلان عرب الان عندنا 10 كل 15 19 كل. او ماي جاد فاينل تتكلم عن 19 كل ومركز اول باول راوند تربع على عرش البطوله. يعني الجيم الجاي لو اخذوا مركز اول الجيم اللي بعده اخذوا مركز اول الو موسوعه جينيس دخلوا عندكم كلان عرب ولا قصورهم في الكلانات الثانيه. لا. ثلاث طلقات بالمفارقه اثنين ثلاث بسم الله وحوش يقعد لك قسم بالله 30 طلقة اللي اعطتني ابا مر فكت ازمة بس ثلاثة عندنا اتوقع اوزي مو فنش منهم واحد فنش رسميا الجي 9 الان يحاول عرف يحاول الان يطلب فايت مع كمان الجي 9 اتوقع حبة ليت تجيب اجل سواد لان كلاريوت مكاشف سواد عرب ابدا مديهم كفر وضعهم جدا ممتاز قسم بالله ناصر اني انا مقهور اني كنت ما كملت معنا يا والله حرام انا موت قبيه يا ولد بامر سويت له باربيكيو باربيكيو